في الحالات الفنية سريعا. فطبعا ايه اليوم الجميل ده، ايه المباراة الجميلة دي، ايه الاداء الجميل ده سواء من الناديين، ايه الاهداف الجميلة دي. ده طبعا الهدف الاول مؤمن زكريا ضاغط على الراجل مغلطه، فيها انكار للذات لمؤمن زكريا وقطع الكرة وعملها لجون انتوي. في حالة كرة طالبة في الدقيقة 73 مش موجودة، تمام، في الدقيقة 73 مش مشكلة، مش مشكلة على اي حال يعني. في الدقيقة 73 مش موجودة، اذا كنت انا كنت معاهم في الاوضة في التحت. لا حصل فيها نوع من البلاك حاجة كده، تمام، مع انها كانت حالة مترتبة عليها حالتين يعني، بس خلاص مش مشكلة. على اي حال جبت الحالة دي؟ لا لا مش انا اللي جايب الاجوال طبعا. لا انا بقول لك على الاحتفال بالهدف، الرأس الافريقي هم مجمعين الاهداف ورا بعض. فانا عشان خلي بالك الاهداف كلها ليها في حلو ابرع مؤني في بصمات لمؤمن زكريا، يعني الاول هو اللي ضغط واستخلص ولعبها لانتوي، والتاني هو اللي مسجله، والتالت وليد سليمان هو اللي وهو اللي بصي، مؤمن زكريا هو اللي يعني قاد الهجمه من الطرف الشمال وعملها بالعرض لوليد سليمان. ده طبعا الهدف الثاني اللي هو حطها لمسه واحده على طول في الزاويه البعيده، زي ما قلت لك يشبه جول دانيال ستارج، بس ستارج حطها باليمين، مؤمن زكريا حطها ستارج حطها بالشمال ومؤمن زكريا حطها باليمين. الجول الثالث في مجهود كبير جدا وفي انطلاقه لمؤمن زكريا في المساحه الفاضيه، داس وراح واشتغل، ولما بص لقى ان في زياده عدديه وقف شويه لابيض اكتر من الاحمر وعملها لمؤمن لوليد سليمان، خدمت وليد طبعا، ورغم ان هي راحت له على اليمين بس اتصرف فيها كويس جدا وليد، برده يحسد عليه ان هو استخدم رجله اليمين وحاططها على اقصى يمين لوبونت الحارس الروماني وسجل الهدف الثالث. الحارس الروماني موشزني خلاص الاحتياطي، موشزني خلاص فترة اعارته انتهت، هو كان معار من نادي ارسنال، رجع الارسنال مع اني غريب يعني كان في مين انا ومحمد عبد الواحد حتى شيك عندهم ماشي بقى لما هياخد القرار يعني، ما برشلونة مثلا عندهم جولين تقال هم خلاص قالوا مش هيرجع تاني، بس روماني الحارس وحش قوي الروماني ده، ما بيلعبش خالد طول السنة بس لا يمكن يكون هو الحارس الاساسي، لا في دي سانتس كمان الحارس الايطالي كان حارس نابولي، لا قصدي ان هم هيجيبوا حارس اكيد اعتقد السنه الجايه بالمستوى بالمستوى ده اعتقد يعني، خاصه ان هم هيلعبوا في دوري ابطال اوروبا ان شاء الله يعني عندهم صحيح تصفيات لكن ان شاء الله يلعبوا لا معلش يا محمد، طب ما هي دي الحاله اللي في الدقيقه 72، طب ما هي دي اعتقد اعتقد يعني لو رجع لها من الاول، بص يا خالد هتلاقي مؤمن مظبوط، بص يا خالد مؤمن زكريا هو اللي لابس اعتقد جزمه فيها ابيض هو اللي داخل على الكوره، بص يا خالد الراجل معلش يا محمد ارجع سنه ارجع سنه ارجع كمان شويه معلش انا عارف هو فاضل 10 دقايق وخلاص، الراجل لعب التمريره وجري في ظهره تمام، بص يلا. مؤمن خلاص امشي يا محمد خلاص هو لعب التمريره وجري تمام ده بقى اللعيب اللي بيعجبني انه ما بيكسلش في الرجوع للواجبات الدفاعيه بص لا اقف معلش يا محمد ثواني حسين السيد عامل تغطية عكسية طبعا اي باك ليفت والهجمة ناحية اليمين لازم يضم في ظهر المدافعين عشان كأنه بيبقى اخر واحد تمام. واقف عند نقطة التقاء القوس بخط ال 18 امشي بقى محمد كم. بص مؤمن زكريا لقى ان حسين ضم من جوه فتح بكل سرعة علشان يمسك الراجل الباك رايت اللي كان لعب الكرة وراجع يعمل الواجب الدفاعي قبل ما تتعمل التمريرة ورجع وكأنه باك ليفت وبقى اخر لعيب في لعيبة النادي الاهلي تمام يعني واجب دفاعي على اعلى مستوى خلاص دي الكره يا خالد يا ريت بقى الجول معلش ارجع لها بقى معلش يا محمد وهي بتتلعب معلش اخر حاجه ده برضو ما تزعلش مني يعني بس هم اللي ما يزعلوش مني ده المقارنه اللي بعملها ما بين عمرو جمال برافو عليك بص يا خالد انا راجل بحب ابقى صريح عمرو جمال باين لاي حد هو بيتفرج عليه انه بيلعب من غير نفس صحيح وفي مشكله عنده ايه هي الله اعلم متضايق انه ما بيلعبش يعني انا بقول الله اعلم متضايق انه ما بيلعبش فهو لازم هو لازم يفهم هو لسه لعيب صغير ما عندوش الخبره لازم يفهم انه طالما نزل الملعب يرمي اي حاجه ورا ظهره لان الملعب اداؤه في الملعب هو اللي بيخلي اي حد يقعدك يا يلعبك تمام حتى لو انت زعلان لازم بلغه الكوره كده تطلع كل اللي عندك علشان على الاقل احرج يا عم الناس اللي بتقعدك احتياطي تمام فاللي انا عاوز اقوله لك يلا ضرب 7 دقايق حالا ما هو خلاص الحالات خلصت يلا يلا ايه ما خلاص ما فاضلش غيرهم ماشي يلا تمام اللي انا عاوز اقوله ان الجول معلش يا محمد برضه ارجع لها شويه بص واقف سرحان وملعوبه في ظهره يا خالد عمرو جمال بص الراجل جاي من قدامه واحده واحده محمد واحده واحده معلش ارجع وقف مستعجل حالا بص يا خالد بس اقف الراجل دخل بحسين السيد لجوه وحسين السيد جري معاه الراجل بقى اللي جاي من تحت ما بينه وما بين عمرو جمال دي حوالي 4 أو 5 خطوات وجاي قدام عينيك بس عايز اسال سؤال اتفضل يعني
بدون زعل، هو ايه اللي جاب عمرو جمال هنا؟ وعمرو جمال مش دي حتته ابدا. يعني بص خالد، يعني انت بتقول يبقى مثلا مؤمن زكريا في الحته دي جنب حسين، ايه اللي جاب عمرو ده؟ علشان الوقت، عشان ده موضوع طويل شرح. اولا مفيش حاجه بقى خلاص النهارده بقى في اسمها في الكوره، ايه اللي جابوه هنا؟ هو نزل مكان مؤمن. ها بص يا خالد لويس سواريز ماشي، بس هو بيلعب ايه؟ لويس سواريز مطلع كوره من حلق الجول بالبلدي كده في ماتش غانا. طالما بقى اللي جاب سواريز هنا، طالما اتواجد هنا، طالما اتواجد هنا يبقى لازم يقوم بالمهام. بس انا قصدي عامه يعني ماشي، انا معاك مش حتته يعني، عارف ان هو كان ممكن ينزل ايفونا في الطرف ده مكان مؤمن زكريا، ينقل له ماشي مباراه وديه على اي حال، خلاص اشتغل ماشي نشتغل. الراجل بينه وبينك اربع خمس خطوات وباين انه جاي في ظهرك برضه يا محمد، ارجع لها معلش، ارجع لها واحده واحده. بانت بص يا خالد، هو واقف هنا ووشه كمان للراجل. سرح امشي بقى لقدام بالراحه، حطه في ظهره وسابه اتلعبت في ظهره. بس هو راح معاه جول. بس طبعا كان متاخر. فين يا خالد اللي راح معاه؟ راح معاه كان متاخر اهو، بس هو كان متاخر طبعا. خالد لازم يبقى مصحصح. التاني كمان التوقيفه وقفها خدمته لبره وشاط يعني خدمته. خلاص ما انت يعني انت بتاكد ان هو كان لازم يبقى مصحصح طبعا. ما انت بتلاعب فرقه على اعلى مستوى، ان الاستلامه هي بجول خلاص. تمام. استلم الراجل وحطها الجول. ده اللي انا عاوز اقوله لك، ان الراجل لما بيرجع بيعمل واجب دفاعي، وواحد تاني مش هقول مش بقلل منه بس فيها سرحان شويه. تمام. والسرحان ده انا بربطه ان هو في حاجه مضايقاه، ورساله ليه شيل الموضوع ده من دماغك علشان تركز في الكوره. حتى بص يا خالد مع احترامي برضو، وهو داخل بيحاول يقفل، بيحاول يحط ظهره، هو قاتل يعني ضربه جزاء. يعني على اي حال، لان هو ساب اللعيب، هو المفروض من الاول. معلش ارجع لها محمد، اخر لعبه دي خلاص ودي اخر لعبه، ارجع لها وهي في ايد الحارس. ده طبعا يا خالد، ده بقول لك الاهلي عمل مباراه على اعلى مستوى. طبعا زي وقف محمد دقايق. بس ليه روما كان عامل كده تامر؟ يعني انا حسيت ان روما النهارده، هل بقى حراره الجو ورطوبه في دبي مش متعودين عليها؟ ممكن. بس خلي بالك ان هم الشوط الاولاني كانوا فرقه. يعني الشوط الاولاني كنت حاسس ان النادي الاهلي بيتوصل لمرماه بسهوله. مين؟ الشوط الاولاني النادي الاهلي. انا شايف ان الاثنين بيوصلوا المرمى بعض بسهوله. لا بس النادي الاهلي فيه جزء كده تحس باصه 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 راح جيكو جون، باصه 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 كره في العارضه، كورنر مفيش تمركز، لعيب بيلعبها وجون فاضي في العارضه، فهمت قصدي؟ تمام. زيكو بياخد الكره في ظهر وواليد سليمان منفرد مغطي ناحيه اليمين، وواليد سليمان منفرد من قبل نص الملعب. ايوه انا فاهم. يعني الاثنين بيوصلوا المرمى بعض، مباراه وديه فما يعني ما فيهاش. لكن الاهلي كان واخد المباراه اكثر جديا، خلينا واقعيين. انا بلاعب روما. طبعا. وبلعب هو لو هو من جواه، انا لو كسبت هكسب روما. مظبوط. وده اللي عمله. فالاخر حاله خالد اللي كانت متبين ان قد ايه الاهلي متمركز 4-2-3-1، كله بيرجع خالد، كله بيمسك، في ربط ما بين لعيبه النادي الاهلي باين قوي هنا. طبعا 4-2-3-1، ادي الثلاثه اللي ورا كان انطوي بقى ولا ايفونا اللي نزل في الدقائق الاخيره، مش باين من هنا. ادي الثلاثه على خط واحد ورا ايفونا وراهم الاثنين. بص يا خالد، حسام عاشور حتى وهو بيدخل بيضغط والناس بترجع، كله بيرجع في لعيبه النادي الاهلي ومركزين، وفي رقابه. لو حتى لما تمشي اقف بقى معلش يا محمد، هتلاقي ان في رقابه كويسه جدا من لعيبه النادي الاهلي، وكل واحد شبه ماسك لعيب من لعيبه روما. ابدا امشي يا محمد خلاص بالكوره، في رقابه. حسين السيد جاي يضيق مع كان مؤمن ولا خرج، الشاشه بعيده، بصت الضغط على من لعيب النادي الاهلي. لا النادي الاهلي عمل مباراه كبيره قدام فريق كبير واحترم روما، وده اللي خلى روما يحترم النادي الاهلي. حتى لما اللعب بيجي اتنين لعيبه من النادي الاهلي مضيقين مساحات على لعيب روما، وسط ثلاثه وسط اربعه، وفي تركيز عالي جدا من لعيبي النادي الاهلي في نواحي دفاعيه وفي النواحي الهجوميه. دي لو كانت اتعملت وفاتت كان ممكن تشكل خطوره. فدي زي ما بقول لك خالد، الاهلي كان مركز تركيز عالي جدا سواء نواحي هجوميه او نواحي دفاعيه. طب اسالك سؤال يا تامر، ردود الافعال على فوز النادي الاهلي عالميا؟ لا ما لحقتش ابص عليها عشان لا تفتكر تبقى عامله ازاي؟ بياخدوها كماتش ودي ولا ممكن تتسمع؟ يعني تسمع ان الاهلي المصري فاز على روما الايطالي؟ لا اكيد هتسمع، يعني مش على يعني موقعهم، على طبعا مش هيتعمل على ايطاليا. انت عارف ميلان والانتر كلهم ونابولي كلهم ضد بعض. تمام. بينشروا فكره ان اكيد الخبر اكيد الخبر هيتنشر واكيد الناس هتعرف. وزي ما بقول لك ان انت لما تكسب فرقه زي روما، انت كان نادي الاهلي مثلا لما تكسب فرقه زي روما ممكن تلفت انظار وكلاء اللاعبين لعناصر الفريق اللي كسب روما اللي هو النادي الاهلي، وممكن يجوا يبصوا ويراجعوا شريط المباراه وياخدوا لاعب او اتنين لاوروبا او يرشحوهم لانديه في ايطاليا. طيب انا